رضا، الحاج رضا رضا عبد العظيم، اهلا بيك، اتفضل يا حاج رضا. اهلا بيك يا باشا. لو سمحت دلوقتي احنا جامعين في شهر ونص، جامعين ايه؟ القطن بقى لنا شهر ونص. ايوه مش عارفين نبيع. ايوه مش عارفين نبيع. مين بقى اللي كان كل عام بتبيع له القطن بتاعك؟ يعني انت كنت بتوديه فين؟ التاجر العادي. والتجار دلوقتي مفيش حد بياخد القطن. وكان في ترخيص حلقات في المواطن. بتقول ايه؟ بتقول التاجر ماله يا حاج رضا؟ كان في ترخيص للقطن. ايوه. الشركات بتنزل تشتري. ايوه. السنه دي مفيش خالص. طيب. اتصلت حضرتك بشكاوي الفلاحين وزاره الزراعه، قالوا لي هنرد عليك، محدش رد عليا. لا هو انا بقول لك على الهواء مباشره، وفعلا حتى برنامج الزراعي المباشر جات له شكاوي كتير جدا واستفسارات. هنعمل ايه في القطن في هذا العام؟ انا ببلغك ان في تنسيق دلوقتي مع وزاره الزراعه بتتابع التجاره والصناعه، لان دورهم كبير جدا في تسويق القطن. في خلال الايام القادمه ان شاء الله هيبقى في بشره لكل المزارعين في مصر بالنسبه للقطن. انا عارف ان انتوا انتوا صبرتوا. لا فعلا دي مشكله كبيره، انتوا صبرتوا وزرعتوا وتعبتوا وحصدتوا المحصول بتاعكم، وفي تكلفه كانت موجوده عليكم. عايزين بقى يبقى في فرحه بموسم الحصاد زي زمان لما كنا بنحصد. بعدين لحضرتك اتفضل. احنا برضه اتصلنا بواحد مسؤول في نقابه الفلاحين، قال ما حدش قال لكم زراعه قطن، امال نزرع الارض ايه؟ لا هو احنا دلوقتي في قطن موجود، والقطن ده يعني سمعه لمصر، والقطن المصري وتاريخ القطن في مصر. لكن انا بقول لك ان في تنسيق دلوقتي لايجاد حل. يعني احنا بنتمنى ان المصانع ترجع تشتغل تاني، بنتمنى ان يبقى في تسويق للقطن جيد. يعني هو كان محصول استراتيجي دلوقتي عاد محصول عدت على الفلاح. ايوه. لا ان شاء الله هنبشرك في الزراعيه مباشر قريب، واحنا بنتابع مع المسؤولين على مدار اليوم منظومه القطن وتسويق القطن. شكرا يا حاج رضا.